حضرتك تابعت أكيد حركة المحافظين الأخيرة ونواب المحافظين، عايزة أخد من هذه الحركة وأخد منها عنوان وهو تمكين الشباب. يمكن إحنا الحركة الأخيرة سواء في المحافظين ونواب المحافظين ابتدينا نكتشف أن هناك الدولة بتتجه بشكل كبير لتمكين الشباب في القيادة. هل ممكن نعتبر ده نتاج لمنتديات الشباب؟ بالضبط. خليني بس تعليقا الأول على منتدى الشباب في نسخته الثالثة، أقول لحضرتك أن يبدو واضحا أنه لا سقف للطموح والنجاح المصري، لأن احنا من المنتدى الأولاني أو المؤتمر الوطني الأول في 2016 وصولا للنهاردة درجة التطوير غير مسبوقة، ومصر بتقدم للعالم نموذج جديد في التواصل بين الشباب ونموذج في الإدارة السياسية غير درجة متكلم. التطوير في التنظيم ولا درجة التطوير في عدد المشاركين؟ لا يا فندم، في التطوير في كل الأشياء بدءا من التنظيم، تطوير الفكرة، وصولها لمرحلة النضج. الموضوعات اللي طرحت هذا العام هي موضوعات يعني ذو صبغة عالمية واضحة جدا، فيش موضوع نقدر نقول عليه انه متفرد بدولة معينة ويمس كل الدول. طبعا العدد واضح جدا، بنتكلم على 8000 السنة دي وبنتكلم على 3200 في النسخة الأولى. رجوعا لسؤال سيادتك فيما يتعلق بحركة المحافظين ومساعدين المحافظين، وقبل كده كان في مساعدين الوزراء الحقيقة. الحقيقة ده التطور الطبيعي اللي أعلنت عنه الدولة من اللحظات الأولى لتولي الرئيس، منذ اللحظة الأولى هو أعلن مبدأ التأهيل قبل التمكين. اشتغلت الدولة بدرجة تأهيل محترمة جدا في الأكاديمية الوطنية، في البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، في برامج أخرى متخصصة للتنفيذيين في الدولة علشان نوصل للمرحلة دي. وأنا بفترض أن هي مرحلة بداية، يعني ده مش نهاية الطريق، دي البداية الحقيقية لظهور جيل من الشباب هيقدر يتولى الإدارة في المرحلة اللي جاية ويقدر يقدم للبلد حاجة كويسة جدا. أستاذ علي، يعني دايما بنتكلم على قوة